فيديو لأخلاقي لليوتيوبر الجزائرية دنيا سطيفية حديث الساعة. تصدرت الشابة دنيا سطيفية في الساعات الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، والسبب تداول فيديو غير أخلاقي يزعم المواطنون أنه يخص المؤثرة الجزائرية، وهي في وضعية مخلة بالآداب العامة، ما تسبب لها في العديد من الانتقادات من قبل المتابعين والمواطنين. دنيا سطيفية هي شابة جزائرية ولدت في ولاية طيف في الجزائر سنة 1997، تختص في مجال التمثيل وصناعة المحتوى في السوشيال ميديا، وقد لاقت شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعد دنيا من أشهر المؤثرات في الجزائر، والتي تحظى بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب والفيسبوك. تتنوع المحتويات التي تقدمها دنيا سطيفية، تبث العديد من الفيديوهات حول الروتين اليومي للمنزل والتحضيرات للرحلات والأعياد، وتشارك متابعيها تفاصيل يومها وما تقوم به خلاله. بغض النظر عن حقيقة الفيديو من عدمها، فالمرجو احترام خصوصيات الأشخاص وعدم نشرها، لأن ببساطة الكمال لله ولكل شخص حياته الشخصية.